تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف غريب من قبل أحد المشجعين عقب نهاية مباراة البرتغال وجورجيا في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. فأثناء خروج كريستيانو واتجاهه نحو النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، خاطر أحد المشجعين بحياته في موقف غريب بالقفز من فوق المدرجات ومن مسافة عالية بعض الشيء، محاولا الانقضاض على رونالدو والوصول إليه. عدد من أفراد الأمن تدخلوا بأعجوبة في الوقت المناسب ووفروا الحماية المناسبة لأسطورة منتخب البرتغال من إصابة كانت تبدو وشيكة بسبب قفزة المشجع الذي سقط أمامه، ليكتفي رونالدو بالتعجب. ولم يعرف إلى الآن موقف المشجع الذي بدأ أنه سقط على السلم المؤدي للنفق، وعما إن كان أصيب أم لا.